ريدي جو. يسعدنا النهارده يكون معانا كابتن ايهاب محمد علي المدير الفني للدرجه الاولى نادي الزمالك انسات. استعدت النهارده الماتش النهارده، كلمنا عن ماتش النهارده كابتن ايهاب، ويعني الماتش اتأزم، شفناه اتأزم في الشوط الثاني، هل يعني بسبب غيابات ولا ايه اللي حصل في الماتش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا احنا بالنسبه لبطوله الدوري السنه دي بطوله مختلفه بالنسبه لنا كنادي الزمالك، احنا طبعا بنلعب بدون محترفين، بنلعب بمعظم اللعيبه من داخل النادي. السنه دي ما جبناش اي صفقات، طبعا كل اللي عندنا هم نفس اللعيبه السنه اللي فاتت، ودايما كنا بنتعرض لاصابات كثيره، وده اللي كان دايما بيخلينا في الدور الثاني نقع شويه او مباريات تروح مننا، وده اللي حصل السنه اللي فاتت. فالسنه دي بنلعب كل مباراه كانها مباراه كاس وليها اهميه، فماتش الطيران زيه زي ماتش الاهلي، زي الصيد، زي سبورتنج، مفيش ماتشات عندنا بنلعبها السنه دي ماتش قليل او ماتش عالي، كل الماتشات عندنا عالي وعاملين حساب. بالنسبه للماتش النهارده هو ما تأزمش قوي، هو طبعا الشوط الثاني فرقه طيران شدت معانا، فرقه كويسه، ديفنسها عالي، عندنا بعض الاصابات، طبعا كابتن فرقه ياسمين نوح مصابه، عندنا طبعا لعيبه ثانيه، ياسمين حسين برضو مصابه بس بتلعب، فقلنا ندي فرصه للعيبه الصغيره ولعيبه اول مره تشارك. عندنا فرح شوكت شاركت، عندنا لعيبه ثانيه زي غاده امير شاركت، عندنا لعيبه ثانيه زي ملك مجدي بلعيبه تحت 16 سنه شاركت وسبتها من بدايه الشوط، بس الحمد لله طبعا خبره اللعيبه وتقولهم قدرنا نلم الشوط الثاني وناخد الشوط وناخد المباراه. تمام. استعداد كابتن ايهاب لمباراه الشمس القادمه، مباراه تمثل بطوله خاصه وصراع على الصداره مع النادي الاهلي، على صداره الترتيب الدوري، كابتن ايهاب استعد ازاي لهذه المباراه؟ والله احنا كل مباراه بنستعد ليها زي ما قلت قبل كده ان هي مباراه فايزه. ما بنلعبش مباراة عشان نعمل ماتش حلو، لا، بنلعب مباراة هي دي اللي هتوصلنا ان احنا نلم نقط، نقدر ناخد ترتيب كويس، نقدر ننافس على الدوري. فمباراة الشمس زيها زي ما قلت زي الطيران زي كل المباريات، كل مباراة بنمسكها ونحللها ونعرف نقط القوة ونقط الضعف كل فريق، وبنحاول نحافظ البنات على قدر الامكان، وربنا بعد كده بيكرمنا. شكرا لك كابتن، بالتوفيق ان شاء الله.